مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في وقت جديد وفي حلقه جديده وموضوع جديد ايضا في برنامج عبر الكتاب برحب بيك دكتور اشرف عزمي اهلا بيك برحب بيك يا اخ بيتر وبرحب كمان بكل الاخوه المشاهدين في كل مكان بذكر حضراتكم ان احنا بدراسه خاصه في سفر الخروج وما زلنا ومستمرين في دراستنا في سفر الخروج ولكن آه هنقف النهارده قدام وصية من الوصايا العشر اللي أعطاها الرب لموسى. كنا اتكلمنا بالحلقات الماضية عن الوصايا العشر ولكن النهارده هنستوقف آه وقتنا شوية هنقف قدام آه لا تقتل بالتحديد الوصية التي أوصى بها الرب وقال لا تقتل. منذ فجر التاريخ ومنذ فجر الخليقة والرب لعن قايين. قال له كده قال له فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك وقبلها قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض هذه وصيه قديمه من قبل ما يستلم موسى الوصايا العشر التي فيها لا تقتل ولكن قبل ما نبدا في موضوعنا وقبل ما نبدا في حلقتنا اليوم انا حابب من الدكتور اشرف عزمي استاذنك في صلوه خاصه من اجل عائله القس سمعان شحاته وكل من حوله وكل المصريين الذين يتالمون من اجل هذا الحدث الفج. طبعا احنا في قناه الحياه وفي برنامج عبر الكتاب بنقدم تعزينا القلبيه لاسره الكاهن سمعان شحاته وكل رعيته الكنيسه بتاعته اللي كان بيرعاها وكلنا تألمنا طبعا للقتل وللغدر ولسفك الدماء وبالاخص دماء بريئه لكن للاسف انه ذاك قتال منذ البدء اللي عمله القاتل ما فعله فعله لانه يتبع تعاليم شيطانيه لانه الشيطان منذ البدء هو قتال للناس. نعم. فنصلي لاجل الاسره ونصلي كمان لاجل كل المضطهدين وكل المطرودين وكل المتالمين من اجل البر. زي ما الرب يسوع علمنا انه يعني ده الطبيعي انه زي ما العالم ابغضني هيبغضكم. وفي العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم شجعك عزيز المشاهد أنك تنضم معنا في صلاة وتصلي أعمل. في قلبك معنا من أجل كل المتألمين والمطرودين من أجل البر يا ربنا وإلهنا نشكرك لأنك عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فأنت موجود مع أولادك في كل ظروف الحياة ونشكرك لأنه مكتوب عنك أيضا أن أنت أبو الرأفة واله كل تعزيه. نصلي يا رب من اجل تعزيه الروح القدس. لاجل رب اسره يا رب الكاهن لاجل رب كل رب زوجته واولاده لاجل كل الكنيسه أمين. لاجل كل رب الذين تعاملوا معه لاجل كل المجتمع يا رب الذي تالم لاجل هذا القتل والغدر وسهوله سفك الدماء اللي كلها رب أعمال إبليس وأعمال شيطانية نعم. يا رب نحن نصلي أيضا من أجل الذين قد أعمى عيونهم عدو الخير نعم. والذي ملأ قلوبهم بالبغض والكرهية والذي رب أيضا صاروا عبيدا له في القتل والذبح نعم. و... و... وت... و... وسبب ألم لكثيرين من أتباعك في بلادنا العربية وفي بلاد كثيرة نصلي يا رب من أجل كل متألم نصلي من أجل كل مطرود من أجل البر نصلي من أجل كل كنيسة مضطهدة نصلي من أجل كل أسرة تحت ضغوط الاضطهاد نصلي من أجل كل شخص بيخدم شخصك يا رب وبيطيع وصيتك في الخدمة وهو يعلم أنه يعيش في مجتمع يبغضه يعيش في مجتمع يرفضه نصلي من أجل قوة الروح القدس نصلي من أجل قوة في الشهادة نصلي رب أنه تفتح اعين كثيرين يا رب لكي ما يعرفوا يسوع المسيح الذي يستطيع ان يغير القلب وينزع كل كراهيه وكل بغضه من القلب ويستطيع ان يحول الانسان الذي تحوله الخطيه وعدو الخير الى وحش كاسر يستطيع الرب يسوع وحده ان يغير القلب فيجعله انسان انسان محب مش بس بيحب الذين يحبونه لكن ايضا يحب أعداءه نشكرك مرة تانية لأجل كنيستك لأنه هذه الأشياء رب مش ممكن أبدا توقف ولا تعطل كنيستك لكن أنت رب بتستخدمها لكي ما تتمجد من خلالها أكثر وأكثر في المسيح يسوع آمين أمين أمين شكرا دكتور أشرف من أجل هذه الصلاة وأنا أيضا بضم صوتي لصوت حضرتك وبطلب تعزية من الروح القدس لكل مجروح وكل متألم بسبب هذا الحدث موضوعنا النهارده حضرتك مشغول بيه انا عارف م. من وقت اللي حصل انك تدينا يعني مش معلومات احنا مش عايزين معلومات احنا عايزين نور م. عايزين نور النهارده كتابي وحق كتابي يعلن لينا عشان نفهم يعني هل الله عندما منع وبكل وضوح وقال كده لا تقتل ده قول الهي قال لا تقتل هل صرح من ناحيه ثانيه لمجموعه من البشر نظرا لانهم اعلى قيمه او اعلى شانا ودما انهم يقتلون دون حساب لانهم اعلى في الشان او في الدم او غيره ده سؤال كبير ببدا بيه الحلقه النهارده حابب من حضرتك انك ندخل من خلاله للموضوع بتاعنا هو ده سؤال سؤال مهم جدا لكن يعني زي ما هو عنوان حلقه صرخه الدم البريء صوت دم اخيك صارخ الي من الارض وده هنربطه بالوصيه الالهيه اللي جت في الوصايا العشر، وصيه رقم سته اللي قال فيها الرب لا تقتل. وعلشان نقدر نفهم قيمه الانسان لابد ان نرجع الى الاصل. هل الانسان فعلا؟ لما اتكلم عن الإنسان انا بتكلم عن الإنسان كانسان. بتكلم على الانسانيه بتكلم على الإنسان المسلم والمسيحي والبوذي والهندي دين. واللي بلا ديني بتكلم على الإنسان كإنسان ككائن كإنسان هل الله أعطى لهذا الإنسان قيمة وإيه هي القيمة اللي ربنا أعطاها لهذا الإنسان وهل القيمة دي متساوية يعني هل الإنسان البوذي أكثر قيمة من الإنسان اللاديني وهل الإنسان اللاديني أكثر قيمة عند الله من الإنسان البوذي أو هل الإنسان الخاطي أكثر قيمة أو أقل قيمة من إنسان أو الأسود الغير أو الأبيض أو, الأسود أو الأبيض, أو أو الأبيض إلى آخر هذه الأشياء مم. عشان نقدر نفهم الجزء ده مم. لابد إن احنا ندرك أن الله هو خالق الإنسان وهو مصدر وجوده مم. هو خالق النفس الإنسانية وهو مصدرها يقول لنا الكتاب في سفر التكوين وفي اصحاح اثنين وفي عدد سبعه وجبل الرب الاله ادم ترابا من م. الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار فنسمة حياه فصار ادم نفسا حيه، يبقى مصدر الحياه هي الله هو الله نفسه، م. الله هو مصدرها م. وعلش كده لا يستطيع احد ان ياخذها وإذا أخذها أحد يبقى مجرم في نظر الله، لأنه بياخذ حاجة مش من حقه إنه يأخذها. لكن كمان لما نيجي نتكلم عن سفر التكوين وبيكلمنا عن خلق الإنسان، بيقول لنا إنه الله عندما خلق الإنسان، خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه. يعني في في سفر التكوين بنقرأ هذه الكلمات وأصحاح واحد وفي عدد 26 إلى عدد 39. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وأنا أتكلم يعني إيه صورتنا علشان بعض الأخوة آه يعني آه ما يربطهاش بأشياء مادية م. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهام وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض في الجزء ده بنشوف انه انه الله عندما خلق الانسان خلق الانسان على صورته يعني قبل كده يقول انه كل كائن الكائنات او نباتات كلها بتنتج حسب اجناسها انما لما يجي الخلق الإنسان يقول انه ربنا خلقه على صوره الله خلقه م. والتعبير ده بيعني ان الانسان مميز يعني اشاره الى الى ان الله ميز الانسان عن بقيه الحيوانات م. الانسان مميز عن الحيوانات الانسان مميز عن النباتات الانسان مميز عن أي كائن آخر يدب سواء من الأسماك أو الطيور أو الدبابات والوصف ده ذكر مرتين أو ذكر الوصف الصورة والشبه يعني يقول على صورته كشبه هنا يشير الى التاكيد على الطبيعة المميزة للإنسان وعلاقته بالله يعني الانسان مختلف عن بقية الكائنات في نظر الله هو رأس الخليقة هو كائن مميز له مكانه خاصه لما نيجي بقى يعني افهم من كلام حضرتك انه لما انسان يقلل من قيمه انسان لاي سبب ما هو بيقلل من صوره الله بالظبط هو بيهين الله بيهين وبيقلل بيهين صوره الله فيه صوره الله هل ده بسبب عدم علمه انه كل الخليقه البشر كلهم على صوره الله الخاطي زي ما حضرتك قلت والمؤمن وغيره واللي والدي والديني واللا ديني واللي بيعبد في العبادات الارضيه وغيره ولا بانه هو عارف بس هو شايف ان انا باتبع دين مثلا او مذهب معين فده اللي مخليني اعلى شانا هو طبعا في بعض التعاليم الخاطئه يعني مثلا طلع لنا فيديو من فتره يقول لك انه انه دم المسلم اعلى شانا من م. دم النصراني او م. دم اي حد وده ده في حد ذاته اذا كان الله بيعمل كده يبقى الله ده ظالم ليه؟ لانه الانسان مخلوق على صوره الله. فدي تعاليم شيطانيه، دي تعاليم ليست من الله لانه اذا كان الله هو ابو الكل فالاب مش ممكن ابدا نقول انه دم ابن فلان اعلى من دم ابن فلان. وانه اوكي انه ابن فلان اللي هو اعلى شانا يقتل الابن الثاني اللي هو اقل شانا دي تعاليم شيطانيه هدفها من البدء القتل والذبح وعشان كده لابد ان احنا نعرف ونميز ايه اللي بيقوله الله وايه اللي بيقوله الشيطان. <applause> الله بيقول ايه ونظره الله للانسان شكلها ايه؟ <applause> اما الشيطان فتعليمه من البدء الكذب والقتل، عشان كده لما يعني نيجي للتعبير ده يعني انه الله حتى لما لما قال انه هنجيله بس في اصحاح تسعة من سفر التكوين أنه مش ممكن أبداً تقتل أخوك الإنسان دون عقاب كويس ليه؟ لأنه الله خلق الإنسان على صورته يعني الفهم الصحيح لمعنى صورة وشبه لا يمكننا أن ندركه إلا في ضوء القرينة الكتابية م. كان زمان في الثقافات القديمة حتى في الثقافة المصرية القديمة وثقافات ما بين النهرين م. كان ينظر إلى الملوك العيلة الملكة م. كويس انهم فقط هم المخلوقين على صوره الله عشان كده الملك ممكن يقتل يذبح يبيد الناس يعمل اللي هو عايزه م. كويس وده ده, ده, فكر ده الفكر الخاطئ كويس عشان كده حتى لما نيجي للثقافه المصريه توت عن يعني الصوره الحيه الامون كما وصف ايضا الملك تحتمس الرابع بانه شبه شبه الاله راع لكن الكتاب بيقول لنا لا ان كل البشر مخلوقين على صوره الله إنما يميز الكتاب المقدس عن بقية الديانات والثقافات اللي كانت موجودة هو تعبيره أن الإنسان الإنسان الإنسانية كل إنسان ذكر كان أو أنثى رجل أو امرأة يعني كبير أو صغير لسه مولود أو شيخ غني او فقير ملك أو أو, ع... او 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 مواطن عادي سيد او عبد سيد او عبد الكل م. مخلوق على سوره الله فكل انسان يحمل سوره الله ويحمل ختم وبصمه السمو والقيمه م. يعني الله عندما نفخ في الانسان نسمه حياه دي البصمه الالهيه م. دي الملكيه م. دي التميز م. ده تميز الانسان عن بقيه الحيوانات وعشان كده التميز ده موجود في كل انسان وعشان كده الإنسان له قيمة عالية جدا في فكر الله وفي قلب الله كونه على صورة الله كونه على صورة الله فقط بالظبط ومن نسمة الله أو من نسمة الحياة أخذ آمن بالله بقى ما آمنش بالله ده موضوع تاني ده موضوع تاني كويس اتبع الرب ولا اتبع عبادات أخرى ده موضوع تاني م. لكن قيمته قيمته كإنسان كانسان طب احنا كمسيحيين مثلا بننظر ازاي لكل البشر اللي ما لهمش حتى دين وبيعبدوا بوزة وبيعبدوا اديان تانية احنا نظرتنا ايه ليهم؟ نظرتنا انه الله احب الكل عشان كده لما يجي الكتاب يقول لنا هكذا احب الله العالم م. يعني ايه العالم؟ يعني كل الناس م. يعني كل الاجناس ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون مين الناس دول؟ يريد كل الخطاه انهم يخلصون الله لا يصر حتى بموت الشرير بل بأن يعود ويحيا الله بيحب الكل هو أبو الكل هو يريد خلاص الكل هو ينزل للكل نظرة متساوية قبل ما نؤمن احنا احنا كنا غير مؤمنين كنا خطاة فاحنا ما عندناش فضل احنا خطاة لكن الفرق ما بيني وما بين انسان لسه ما امنش هو انه نعمة الله افتقدتني ونعمة الله في الطريق لافتقاده يعني ف ف مفيش فضل ما, يعني. ما عندي ما فيش المسيحيه ما بتفرقش م. ما بين انسان قبل المسيح وما بين انسان آه لم يقبل المسيح الانسان, الإنسان لأنه واحد لانه خلق على صوره الله بالضبط عشان كده عشان كده المسيحيه هي الدين الوحيد او لما انا مش عايز اقول عليها دين هي ليست دين لانه المفهوم ده مش صحيح لكن هي حقيقة. الحياه الوحيده او التعليم الوحيده اللي اهتمت بالانسان كانسان يعني اول مستشفيات انشأها المسيحيين مفيش اي دين تاني لا الاسلام فكر في مستشفى ولا فكر في ملجا ولا فكر في آآ 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 مساعدات الـ الـ الاخرين ولا فكر في آآ مساعده آآ شعوب اخرى اللي فكر اللي نشاه المستشفيات نفسها نشاه الهلا الـ الـ الصليب الاحمر نفسه مم. كويس نشأة الملاجئ نفسها، نشأة الجامعات، حتى الجامعات النهارده اللي احنا بنفتخر بيها، نشأة الجامعات دي نشأت من جوه الأديورة، م. من النظام التعليم اللي كان موجود، م. فاللي فكر في الإنسان كإنسان هو الكنيسة. حتى الآن. حتى الآن. أي حد بيفكر عايز يعلم ابنه أحلى أحلى تعليم، يقول لك أوديه للرهبان دول هيخرجوه. آه. مهذب ومتعلم حتى المستشفيات المستشفيات على مستوى العالم يعني ملاجئ. نشأة الرعاية الصحية م. نشأة الاهتمام بالكبار وكبار السن السنين. والعواجيز والارامل واليتامى لان ده مبدأ كتابي بالظبط الاهتمام بال... بالاطفال اللي ابوهم مات او اللي ما اب ولا ام بالملاجئ م. الاهتمام ب... بهذه الامور كلها نشأتها من الكتاب المقدس لانه الكتاب المقدس علمني من البداية انه الانسان له قيمه عند الله نعم. وانا كمؤمن دوري ان اظهر محبه الله للبشريه عشان كده خد 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 يعني خد نظره كده عامه شوف لما تحصل كارثه مم. في العالم ليت مثلا انه في كارثه فيضان مثلا دمر حته في بنجلاديش كويس؟ شوف الناس اللي هتبعت والبلاد اللي هتبعت معونات لن تجد بلاد اسلاميه فيها يعني يعني ممكن تحت ضغوط تحت ضغوط يبعت دولة إسلامية تبعت مثلا كونتينر لكن شوف المعونات بتروح من مين بتروح من البلاد اللي هي بيقولوا عليها بلاد كفار بالبلاد المسيحية المعونات بتخرج من أمريكا ومن أوروبا ومن البلاد المسيحية اللي هي بتهتم بالآخرين يعني وحاجة حاجة تاني اللاجئين اللي في اللي بيطلعوا من الدول العربيه دلوقتي الإخوة كلها الاخوه الاخوه العراقيين والاخوه السوريين لما شردتهم داعش مين اللي احتواهم مين اللي احتواهم البلاد الاسلاميه رفضت تحتواهم ده مع مسلم زيك في تركيا رجعوهم وفي تركيا رجعو والسعوديه مم. رفضتهم مع ان السعوديه تمتلك خيم مكيفه تستطيع ان تاوي الملايين لكنه البلاد الاسلاميه رفضتهم مين اللي قبلهم بلاد الكفار بالظبط ليه لانه التعليم الكتابيه التعاليم الكتابية يعني يعني لو واحد يقرأ عن أوروبا م. وعن اللي حصل مع اللاجئين أسر كانت بتروح تستقبلهم وتدخلهم بيوتهم وهم مش عارفينهم م. يعني فليه بيعملوا كده لإنه م. المبادئ الكتابية واضحة م. انه تحب لإنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل, فأي فضل لكم كويس فالكتاب علمني عن قيمة الإنسان وده أنا نفسي حتى الإخوة المشاهدين فعلا انه يعني يدركوا الحقيقه دي التعليم التي تميز انسان عن انسان والتعليم الذي تبيح لانسان ان يقتل انسان والتعليم التي تبيح لانسان ان يضطهد انسان هذه التعليم ليست من الله هذه التعليم شيطانيه جسديه هي هدفها تدمير الانسان الذي خلق الرب على صورته. وبعدين يعني انا انا عندي تساؤل برضه يعني في تناقض غريب جدا ما بين المناداه بالمساواه طول الوقت والمناداه بالمواطنه طول الوقت والكل واحد تحت سماء واحده وغيره ومن ناحيه ثانيه يطلع واحد من نفس الارض من نفس البلد يقول لا انا في دم اعلى وفي دم اقل. طب يعني, يعني انا امشي ورا مين؟ مع انه مش موضوعنا اصدق يعني. يعني انا مم. مش متخصص في الاسلام اه طبعا كتير. لكن لما يطلع حد يقول لك ان الاسلام دين رحمه اوكي وريني بقى دين رحمه م. او انه ارسل رحمه للعالمين بجد يعني يعني انت انت مؤمن بكده يعني انت بتقدر تثبتها يعني تقدر تاكدها يعني يعني تقدر تقول لنا ازاي دون يقارن بالرب يسوع الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس الذي اقام الموتى وتحنن عليهم الذي اشبع الجياع دون ان ينتظر انهم يؤمنوا به الذي انتهر الارواح الشريره دون ان يطلب منهم أن تؤمنوا بي عشان اطلع الارواح الشريره عدوك. لكنه كان يجول يصنع خير م. لمين للانسان للانسان انه كان يتحنن عليهم لانه كان ينظر اليهم كخراف بلا م. راعي م. كان يتحنن على الانسان م. كانسان ده الانقاع عدوك فطعمه بالظبط هل نقدر نحط مقارنه ما بين المسيح وما بين اي شخص اخر لا, لا مقارنه فقيمه الانسان خلينا نرجع تاني بالمزمور مزمور 8 يقول لنا ايه م. مزمور 8 يقول فمن هو الانسان حتى تذكره وابن ادم حتى تفتقده وتنقصه قليل يعني قيمه الانسان ها أه؟ أه قيمه ساميه جدا يعني عند الله وبمجد وبهاء تكلله. تسلط على اعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر ايضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل الحياه يعني يا رب قد ايه انت رفعت الانسان الى هذه المكانه مم. فالمكانه اللي فيها الانسان هي لانه ربنا وضع في انفه نسمه حياه وميزه عن بقيه الكائنات شوف ميزه بايه بقى لما يتكلم الكتاب على صورتنا وعلى شبهنا, شبهنا. اللي بي... ماذا يعني م. لانه ممكن يعني المفهوم يعني يعني المفهوم. ايه على صورتنا اولا المصطلح ده لا يعني باي وسيله ان تشابه خارجي بين الله والانسان يعني يعني زي ما احنا نقول ايه الولد ده شبه باباه ده مش بيقوله كتاب كده يعني ليه لأنه الله ليس مادة فالله روح وليس جسد فهو غير جسدي غير مادي إنه وراء نطاق الكم والمحدودية وليس له هيئة أو شكل ما ولا يمكن أن يصور أو يوجد له شبيه فبالتالي ما مش من الناحية المادية أقول إن ده شبه ده الكتاب ما بيتكلمش عن كده أمال يعني إيه الإنسان على صورة الله إنها النفس البشرية في بساطتها وخلودها م. إنسان خالد م. خلق ليعيش خلق ليعيش ان الله خلق الانسان كائنا مفكرا عاملا حرا مفكر وعامل وحر كويس من الناحيه الروحيه يشير الى البعد الروحي للانسان الذي نفخ الله في انفه نسمه حياه ومن الناحيه الاجتماعيه الاخلاقيه فان الله خلق الانسان متمتعا ببر وصلاح وقداسه وهي دي صورة الله وهي دي صورة الله من الناحيه الاجتماعيه خلقوا كائن له متكلم كائن اجتماعي طيب. وقد خلق الانسان للشركه الانسان طيب ما عيش يعيش يعني بعيد عن الشركه يعني حتى بعد ما فقد الانسان البر والصلاح والقداسه وكل الصوره الجميله اللي خدها في بدايه خلقه خلقه على صوره الله حتى بعد ما فقد الصوره دي بسبب الخطيه هل مازال في عين الله بنفس قيمة وبنفس المحبة ولا الخطية قللت من منه وقللت لما, من لما يكون عندك لما آه يكون عندك طفلين م. واحد فيهم آه كل درجاته ايه م. واحد فيهم بيصارع و بينجح الحركرك بيجي بينجح الحركرك او ممكن يسقط في ماده م. هل محبتك للاثنين متساويه او ل... بس ل... حزين على محبة واحدة وغلاوة واحدة وابني طبعا بس حزين على مستوى حزب. او هل لما يكون عندك ابن صحيح م. وابن مريض الصحيح ده مؤمن الخطية مرض هل بتحب واحد على حساب التاني؟ لا انت بتشفق عليه م. وبتحاول تساعده انه يبقى صحيح ربنا بيعمل كده م. حتى مع الخاطئ لان الخطية في نظر الله هي مرض والله يريد ان يحرر الانسان من خطيته من مرضه يعني كون الانسان خاطي ده ما يقللش من ما من قيمته من قيمته عند الله يعني هيحرم من بركات إذا استمر في خطيته لكنه لا يقلل من قيمته كإنسان وما زال على صوره الله وما زال على صوره الله لأن صوره الله يعني الصوره دايما تمثل الأصل وتنوب عنه ولهذا صار الإنسان نائبا لله على الأرض ومتسلطا على خليقته قدسية بقى مش بس إن الإنسان يعني شفنا إن الإنسان مصدر حياته الله وهو اللي خلقها شفنا الإنسان إن مخلوق على صورة الله لكن كمان الكتاب المقدس بيكلمني عن قدسية حياة الإنسان يعني حياة الإنسان دي ليها قدسية خاصة عشان كده ممنوع التعدي عليها والتعدي على قدسية الحياة هو التعدي على الله نفسه وعشان كده لما يجي في آه تكوين تسعة يقول لنا ايه ربنا لما اخرج آه نوح من الفلك ومع اولاده وقطع معاه عهد قال له ايه قال له سافك دم الانسان سافك دم الانسان بالانسان يسفك ايه دمه, دمه. وعلى فكره هنا دي ليست آه العين بالعين. يعني ليست ايه ليست انتقام شخصي م. ليست الطار م. فكره الطار في الصعيد انه زي ما اتقتل من عندنا حد لازم نقتل حد م. كويس لا هنا بيتكلم على قانون يضع الحكومات دي يعني بيسموها كابيتال بانشمنت دي دي ده 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 اللي على اساسه مبدا الزرع والحصاد مثلا نقدر نفهم آه. بنيت عليه القوانين الدوله انه انه كابيتال كابيتال بانشمنت بمعنى انه انه من يقتل يقتل يحكم عليه بالقتل كويس عشان كده الرب قال سافك دم الانسان بالانسان، ليه ربنا عمل كده؟ لكي ما يوقف سفك الدم لانه سفك الدم عند الله مكرهه. فازاي توقف سفك الدم؟ ان انت تجعل العقاب شديد. مساوي يقتل... له. مساوي له. آه. فمن يقتل يقتل، لان الله، قال هنا بقى السبب، م. شوف السبب اللي قاله الرب ايه؟ م. لان الله على صورته عمل الانسان. اوعى بقى تمد ايدك للانسان ده. يعني دي جريمة في حق الله وفي حق صنيعة أو خليقة الله اللي هو الإنسان بالظبط بالوقام عشان الأول كده يعني عشان كده المساكين اللي بيعلموهم في الجوامع وبيعلموهم في إنه, أنه لما تقتل إنسان مختلف معاك في الدين أنت تصنع خيراً لله هذه ليست تعليم الله دي تعليم الشيطان دي تعليم شيطانية يعني الوصيه لا تقتل كانت موجهه للفئه الوصيه لا تقتل موجهه لكل الناس على اي انسان لا يقتل على اي انسان ان لا ان ينا... ينفذ الوصيه بالزبط. ان لا يقتل ان لا يقتل فالانسان لا يستطيع ان يمد يده الى انسان اخر ويقتله بس العقاب شديد العقاب ما هو لانه مفزع. الانسان مخلوق على صوره الله انت تعديت على صوره الله فبالتالي كما قتلت بالسيف تؤخذ ايضا تقتل كويس ان قتل الانسان لاخيه الانسان هي جريمه عاقبتها عاقبها الموت عقابها الموت وذلك لان الله على صورته عمل الانسان وهذا يؤكد ان الانسان فيه امر مختلف عن باقي المخلوقات يعني انا ممكن اروح اصطاد واذبح بقره جاموسه كويس اما ان انا اقتل انسان هنا بقى يعني ده حتى في الغرب وامريكا والبلاد المتقدمه اللي بيقتل قطه بيتعاقب يعني يعني, يعني فكم وكم الانسان وده ده, ده على يورينا طبعاً. انه, إنه قد ايه الله سيريس من البدايه في الموضوع موضوع مش موضوع القتل ده موضوع يعني نتكلم عنه في اول حادثه قتل حصلت في الكتاب المقدس مم. لما قام قايين على اخيه هابيل وقتله. مم. يقول الكتاب وقال قايين لهابيل اخيه وحدث اذ كان في الحقل ان قايين قام على هابيل اخيه وقتله. ودي كانت اول حادثه قتل مم. في الكتاب المقدس. من دي بنتعلم بعض الحاجات المهمه، شوف ربنا قال ايه؟ ربنا قال لقايين ايه؟ صوت دم اخيك صارخ إليه يعني أوقات كتيرة بيفكر الشخص اللي قاتل إنه خلاص قتل شخص وإنه موضوع إيه خلص الموضوع خلص عارف ال الدم هنا كأنه بيصوروا لينا الكتاب المقدس على إنه هو شاهد عيان يقف في المحكمة أمام الله القاضي لكي ما يشهد على القاتل والظالم يعني يعني أنت بتوقع إن الموضوع خلص لا ده الدم نفسه شاهد عيان بيصرخ لله يعني عشان كده يقول الكتاب انه الله عندما يعني وصل او 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 قال لقايين هذه الكلمات قال له ايه فالان ملعون انت خلي بالك لما ادم اخطا وحواء الله الأرض. لم يلعنهما م. الله لعن الارض كويس آه لكن الله كان كان باركهم قبل كده م. م. لكن هنا ملعون انت عشان كده ملعون كل من يقتل يقع تحت دينونه الهيه كل من يقتل ملعون انت من الارض التي فتحت فيها لتقبل دم اخيك من يدك شوف دم البريء دم البريء يصرخ الى الله يعني احنا شفنا شفنا السنين اللي فاتت احداث قتل بشعه شفنا داعش وهي بتقتل ب... يعني ب... كل اشكال, أشكال القتل المفزعه القتل المفزعه شفنا ال 21 آآ آآ مسيحي اللي اتذبحوا يعني على البحر شفنا ناس اتحطت في اقفاص ولعوا فيها م. شفنا جماجم مرميه في الشوارع شفنا كل وكانه كانها شيء عادي بس الحقيقة حقيقة اللي مش ممكن أبدا يخفيها الإنسان ولا التاريخ هي إنه الدم البريء يصرخ إلى الله وعشان كده داعش الآن بتدفع الثمن وكل من وجدهم بيقتلهم كل من وجدهم سواء سوريا وجدتهم بتقتلهم العراق وجدهم بيقتلهم الجيش الأمريكي بيجدهم بيقتلهم كل من يجدهم يقتلهم لأنه دم البريء اللي سفكوه على رؤوسهم ولازم هيدفعوا الثمن ثمن <applause> الدم الذي سفك ولازم الأرض شوف هم عاشوا في أرض الأرض اللي بتشرب دم بترفض او ب يعني الناس اللي سفكت الدم م. بكلم يعني يعني م. يعني الرب حتى قال لشعبه كده انه انا يعني لو أنتوا سفكتوا دم ان الارض نفسها تقذفكم بره يعني تتقيأكم فالارض اللي بتشرب دم بريء بيجي وقت تتقيأ الناس اللي كانوا عايشين اللي سفكوا الدم البريء دوت عشان كده دم البريء يصرخ الى الله وعشان كده عايز اقول انه طول ما في في مصر او في البلاد العربية سفك لدماء بريئة ليس لها ذنب ولم ترتكب اثم ولم تفعل خطية يمكن كل الشيء اللي هم يعني فيه انهم بيؤمنوا بإيمان مختلف عن الأغلبية الأرض التي تسفك يسفك فيها الدماء لا يوجد فيها سلام ولا يحل فيها سلام الله ولا هتتبارك اقتصاديا ولا هتتبارك اجتماعيا وهيكون فيها يعني العقاب عقاب الله واللعنة اللعنة. واللعنة ما هو لعن قيين بالضبط فالدم البريء هل هل يعني هل من يتواطأ مع القاتل اللي هو محطوط في منصب القاضي العادل الذي يحكم بالعدل هل عندما يتواطأ مع القاتل ويتباطأ أيضا في تنفيذ الحكم العادل عليه، هل هذا ايضا يعاقب من قبل الله؟ طبعا. انا أجيب لك اية بس اخلص الجزء ده. فطل. انا عندي اية مهمة أو الموضوع ده. م. كلمة كلمة صارخ إليها، كتاب يستخدم كلمة انه الدم نفسه صارخ إلى الله. تستخدم في كتاب مقدس لصراخ المسكين والمتألم، الصرخة اللي بتخرج من جوه. م. مش المكتومة، لا دي الصرخة المسموعة. م. صراخ الجائع. صراخ الغريب والأرملة واليتيم من كتر الظلم اللي وقع عليهم دماء قينة التي انسكبت على الأرض ظلما تصرخ للرب وتترك الأمر بين يديه كقاضي عادل م. وما أرهب الوقوع في, في يد الله. الرب م. للنقمة أنا أجازي أنا يقول الرب يعني فيجي بقى تؤكد كلمة رب أن صراخ هذا الدم يصل إلى الله نفسه. صراخ نفسه بيصل إلى الله. وزي ما واحد قال أن القتل هو واحدة من الخطايا التي تبكي السماء. القتل واحدة من الخطايا التي تبكي السماء. قيمة الإنسان في نظر الله تظهر في عبارة صوت دم أخيك صارخ إلي فالحياة هي في الدم. عندما تسفك دماً أنت تسفك حياة <applause> طب قبل ما نكمل ونسترسل في حلقتنا ممكن ناخد مكالمة من الأخ زيتوني أهلا بيك تفضل على الدكتور عزمي مرحبا بيك دكتور عزمي بالأخ أهلا بك يا أخ زيتوني آه وبيك يا بالله حبيت أن أن ننصح معناتها كلام تقوله الدكتور عزمي قلت بأن داعش ودائما معناتها تتدخل عن الإسلام آه يقول هؤلاء آه آه داعش بالله خلينا نوفروا الامور داعش هذه آه كل ما يخرج كل انسان يخرج عن الدوله وانت انا آه قد استشهدت من الكتاب المقدس عن قتل النفس الذي يقتل النفس بغير اذن من الحاكم او الرئيس الدوله وانا بتحداك بان تاتي داعش بالله داعش من اي دوله، هؤلاء مجرمون لا تقول ان الاسلام يقول الله تعالى في كتابنا العظيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر يجب علينا ان نطيع ولي الامر ممكن ولي الامر هو رئيس الدوله اوكي ممكن اسالك سؤال يا اخي زيتوني؟ يعني آه لما يطلع واحد من الشيوخ مثلا ويقول لنا انه الذي قتل الكاهن لا ينبغي ان يقتل ولا ينبغي ان يحكم عليه بالقتل لان دم المسلم اعلى شانا من دم غير المسلم، انت ايه رايك؟ كل انسان يقتل كل, كل انسان يقتل خارج اذن الدوله فهو مجرم يا دكتور عزمي فهو مجرم ليس يجب على الانسان ان يطيع رئيس الدوله مهما كان هذا الانسان عندما تسوق سياره يجب ان تكون عندك رخصه سياقه او عندما تتخرج كطبيب يجب ان تتعدل البكالوريا وتتحدث ولكن بالله قلت لك تكلم انت تكلمت عن هديل وقبيل وقتل اخي انا هذا معناتها هذه حكايه داعش ليس من النقطة هؤلاء ليس مسلمون هؤلاء مجرمون يا يا اخ زيتون اوكي اخ زيتون بس انا اسالك سؤال خلينا خلينا نخلي الحوار بيني وبينك كده آه يعني آه نتكلم شويه مع بعض كويس يعني انت يمكن حضرتك تابعت برضو حادث ال القتل اللي حصل في لاس فيجاس لما شخص فتح النار على مجموعة من الناس وقتل يمكن حوالي 58 أو 59 واحد كويس هذا الإنسان لا يمكن أن يجد نص في الكتاب المقدس بيقول له اقتل بل بالعكس الكتاب المقدس بي يعني بيدين بيدين هذه الأحداث لكن مثلا لا تجد داعش وغير داعش حتى الشخص اللي قتل الكاهن هو معتمد على نص او معتمد على حديث يعني هو مش جاي مش بيعمل حاجه من نفسه هو معتمد على نص او معتمد على حديث الحديث ده او النص اللي موجود عنده ده هو اللي جعله يقوم بهذا الفعل ويقوم به دون ان يعني يحسس بالذنب هو مش حاسس بالذنب هو ما بيحسش بالذنب هو بيحس انه في نص الهي موجود او في حديث معين موجود هو اللي بيقول له اعمل كذا كذا فهل هل توجد احاديث بهذا الشكل ونصوص بهذا الشكل ولا لا؟ هل هل لديك علم بهذه النصوص؟ يا اخ زيتوني انت عارفها كويس قوي وعارف الاحاديث كويس قوي يا أمرتو. اما ان انت مش بتؤمن بالاحاديث ده موضوع اخر هل لديك نص في القران يقول بان نقتل؟ امرت ان اقاتل الناس بالضبط حتى يعني... لا يشهدوا ان لا اله الا الله ومرتو في, 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 في اوكي في, في, في يا اخي اتركني مع الدكتور يا اوكي يا اخ زيتوني انا قلت لك انا يعني يمكن مش حافظ نصوص قرانيه لكن اعلم جيدا حتى لو فتحت الحوار ده مع اي واحد من المتخصصين في الدراسات الاسلاميه هيجيب لك شاهد واثنين وثلاثه وعشره لكن لما تيجي لكن لكن انا لما اجي مثلا الكتاب المقدس اسالك سؤال هل تقدر تجيب لي من الكلام الرب يسوع نص بيقول انه اتس اوكي okay على الانسان انه يقتل انسان اخر لو أو دم المسيحي اعلى من دم هل دم الانسان المسيحي اعلى شانا من دم الانسان الغير مؤمن او الانسان اللاديني او الانسان البوذي او الانسان اي انسان اخر لا الكتاب المقدس بيقول لي من البدايه للاخير للنهايه انه الانسان له قيمه عند الله وان القتل بكل انواعه مرفوض، وانه الوحيد الذي يقتل وهو قتال للناس منذ البدء هو ابليس، وكل من يقتل دما ويسفك دما بريئا هو من اتباع الشيطان. لكن ليس من اتباع الله. وما فيش انسان يقدر يقول انا بدافع عن الله فانا بقتل الاخرين. الله لا يحتاج دفاعك، يعني انت انت بتقتل الآخرين علشان تروح لله الا قال لا تقتل يعني يعني اي منطق دوّن اي منطق شكرا اخي زيتوني بنشكرك على مداخلتك معنا معانا تليفون اخر من بنت الرب من هولندا اهلا بيك اتفضلي الو 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 معاك اخوي اهلا من هولندا بيك. اهلا وسهلا تفضلي الله يسلمك مرحبا الو احنا سامعين حضرتك كويس ممكن حضرتك تقول لنا سؤالك انا على الهواء آه تفضلي تفضلي أوكي أخوي أنا السلام المسيح معكم ومعاكي المسيح. أيضا شكرا أخوي شكرا أنا عندي سؤال أخي وأنا إلي شرف هلا ومبسوطة فرحانة أحكي مع الأخ أشرف عزمي أنا أحضر له كثير 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 برامج ربنا يبارك ربنا يبارك عندي سؤال من زمان وسد هالسؤال آه. هذا وكان صار عندنا بالاجتماع السؤال تفضلي من إنجيل يوحنا الإصحاح 19 ولو خارج الموضوع عنكم بس كان آه أحب أسأل هالسؤال هذا وانسأل مني. ممكن أسأله؟ آه. ممكن تفضلي يعني حضرتك احنا سامعين. ممكن تفضلي تفضلي. آه أوكي إنجيل يوحنا الإصحاح 19 آه. الآية 23 أه تفضلي. ثم أن العسكر لما كانوا قد طلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربع أقسام. لكل عسكري قسما وأخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كلها من فوق أنا سؤالي أنه العسكر ما معناة العسكر قسموا ثيابه وجعله أربع أقسام قسموها على بعض شو معناة اه ال- ال-, ال, ال القسمة هاي يعني شلون أديه السؤال شو لشو ترمز؟ اه هذا أه. السؤال اذا مضبوط وصلك اريد افهم انه ما معناته هذا الاربع العسكر القسم والسياب المسيح على بعضهم اوكي طبعا دي دي نبوه دي نبوه موجوده في مزمور 22 وتحققت حرفيا في صلب الرب يسوع انه كانت العاده عند كانت العاده عند الجلادين اللي بيحكموا بالصلب على الشخص وبيعلقوه انه ياخدوا اللبس الثياب بتاعته ونوع من يعني الاستهزاء به والسخريه به ياخدوا اللبس بتاعه ويقسموها عليهم كان واحد كل واحد بياخد سوفونير بياخد حاجه تذكار ان احنا عملنا حاجه خدنا حاجه تذكار فاللي حصل ده كان تحقيق لنبوة ذكرت عن الرب يسوع في سفر المزامير وأصحاح 22 شكرا لك بنت الرب شكرك نأخذ مكالمة كمان من الأخ جورج من كندا أهلا بيك أخ جورج سلام الرب يسوع سلام, سلام, سلام أخ جورج يسوع. سلام الرب يسوع آه سلام أخي أشرف وأخي بيتر أهلا أنا بيك بشكركم على موضوع اليوم و... مع الاسف الشديد اخي دكتور اشرف واخي بيتر الاسلام مع الاسف الشديد قال مثل ما قال رب يسوع يرون القرش التي في عيون غيرهم ولكن لا يرون العمود الذي في عيونهم فكم الحري لو لو يغسلوا عيونا من هذه من هذا العمود حتى يروا القرشه ويستطيعوا ان يساعدوا الاخرين الموضوع اليوم انا استغربت جدا من هذا الشيخ اللي كان يقول انهم دمهم طبعا هو موجود في الصحيح البخاري اعتقد اذا ماني غلطان انه انه دمنا اعلى من دمنا بس يعني اللي اريد اقوله انه كيف الاسلام مثل ما قال الاخ زيتون يقول كتابنا عظيم وكل ما واحد يكون مجنون المهبول فقط يشوف المسيح ويقتله بس المهبول ما بيروح يقتل المسلم المحبول اذا لانه نشكر الرب انه مش كل الاسلام مهبلين لانه ما كان تم ولا واحد مسيحي الا وقتل لانه الانسان الصح فقط يقتل مسلم لانه يقتل بعد ما آه. يقتلوه آه هاي نقطه الشيء الثاني يقول كتابنا العظيم كتابة العظيم يقول يا, يا ايها النبي حرب المؤمنين على القتال في 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 ايه الامثال ولا يقول إذا لقيتهم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا اتخنتموهم فشدوا الوداع ب... ف... ف... فإمامنا وبعد وأما في داع حتى تضع الحرب أوزارها بعدين يقول فلا وتدعو إلى إلى إلي السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون في محمد 47 35 مم. بعدين في الصف 61 يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله من هو الله الذي يا اخي زيتوني في كتابك العظيم الله الذي وضع من قدر الامرأة ووضعها تحت تحت رجل تحت قدم الرجل ووضعها وعملها في 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 مقدار نصف نصف رجل لا عقل لها ولا حكمه ولا ان تستطيع ان تدير امورها هذا هو الهك وكتابك العظيم الذي سمح في 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 الزنا وسمح في القتل من انت لتقتل غيرك انظر الى البلاد المسيحيه مثل ما قال الدكتور اشرف، اول عندما تحدث حادثه او كارثه حتى في البلاد الاسلاميه، آه. اول من يساعد هذه البلاد هي بلاد مسيحيه. آه، حتى الامريكان الذين لا تحبون وتريدون ان تصبون دمائهم هم الاولون الذين ياتون بال مثل بالز... بالز... بال... ما يقول بالمواد الغذائيه. وياتون ويساعدون هذه البلاد. فكفى اخي زيتوني كفى افتح عيونك وبصيرتك أمين. وقع وانظر اي كتاب عظيم كتاب شيطاني يا اخي شكرا اخي شكرا اخي دكتور عشر تعزيز اخي دكتور القصة القمص سمعان شحاته الذين قتلوه بدون رحمه في الطريق وتنظر العالم تهرب وهو يعني ولا واحد يجي يخلص ولا يقترب يعني يا اخي دكتور عشر شيء يقشعر له البدل أنا آسف بس بدي أقول آخر كلمتين بفضل. مرة واحدة لم تد... لم تذهب هذه من... من من فكري عندما جاءوا قصتين أرثوذكسيين إلى سوريا في بداية الحرب فاستلمهم آه جبهة النصرة وداعش وقطعوا رؤوسهم كما يقطعون الأغنام ووضعوا مم. على على جثتهم جثمانهم وتقول هذا كلهم كلهم مجننين وكل واحد يقتل ما هو مسلم ولكن أي أيوه إنسان هو مسلم ده. آه صح. شكرا حبيبي شكرا اخي جورج شكرا لك شكرا ماشكرك. ليك حابب حضرتك تعلق على اي مداخلة ولا طبعا يعني, 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 يعني اشكر الأخ جورج انه هو على طول جاب يعني يعني الايات طبعا احنا مش برنامج <applause> متخصص في كده بس لكن يعني لكن اعتقد انه الاخ زيتوني فعلا محتاج انه يعني المقارنه بتاعته تبقى مقارنه موضوعيه واحنا بنصلي دايما ليه هو عزيز على البرنامج وبنحبه وبنسعد باتصالاته لكن كمان نصلي لاجله انه الرب فعلا يفتح ذهنه ويفتح أمين. قلبه امين شوف الكتاب يقول لنا من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا أم. من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا وبعدين آه الايه اللي انا كنت عايز اقولها لك تكلم عن ملعون من يقتل دي حاجه يبقى الذي يقتل زي ما الرب قال لقايين ملعون انت وملعون من ياخذ رشوه لكي يقتل نفس دم بريء اي واحد ياخذ رشوه لكي ما يقتل نفس بريء طب لو آه من غير رشوه بس هو متعاطف او مؤمن بتوجه القاتل الديني في هذا العمليه آه القاضي لابد ان يكون ضميره صاحي و و وضميره حي وده الصفة أنه يحكم بالقانون وليس بال... بالإيمان هل الرب يعاقبه أيضا؟ طبعا الله لا يترك الخطية دون عقاب مهما كان ده كان سؤالي طب ناخد مكالمة ون... ونكمل طيب فضل. الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا بيكي تفضلي اهلا وسهلا بيك أخ اخي بيتر واهلا بحفظ القسيس اشرف اهلا بيكي يا اخت نهال. وانا بقدم تعذيب طبعا الروح القدس لاسره ابونا المتنيح ولكل اسره فقدت حبيب ليها طبعا آه سؤالي باختصار بخصوص موضوع النهارده يا حفلة القسيس انه ايه موقف الله من الشخص اللي قتل بجهل ضامناً انه يقدم خدمه لله آه. زي ما حد قال لي كده بالظبط زي التاول عندما فعل بجهل قبل معرفته بالله وتحول للقديس بولس هذا الشخص الذي فعل بجهل ومات بعد ذلك قبل ان تصل رساله الخلاص بتاعت الرب يسوع ايه موقف الله منه هل جهله يحميه من عقاب الله وربنا يبارككم شكرا اختي نهال جدا جهله يحميه فقط اذا تحول الى معرفه وقبل يسوع المسيح بعد يعني ما قتل اه يعني يعني لو انا لو انا لو انا فعلت بجهل يعني انا كنت معتقد مثلا زي بولس الرسول كده شاول انا بقدم خدمه لله دول وحشين فانا بقتل فيهم م. اذا استمريت اقتل ومت وانا بقتل هأعاقب على على ما فعلت لان ليه؟ وصيه لا تقتل من قبل غير كده لانه الجهل ليس عذر اه يعني في وصيه وح. انت بلا عذر ايها الانسان كان المفروض ان انت بنفسك تبحث وتفتش و... و... وتطلب من الله انه يعينك انك تعرف الحق لكن جهلك لن يسعفك عندما تقف امام الله م. جهلك لن يسعفك م. لكن لما ترجع للمسيح بقى زي بولس الرسول كده ورب فتح ذهنه واعترف بخطاياه وقال رب انا فعلت بجهل وتحول من انسان كان يضطهد المؤمنين م. الى انسان يطهد يربح. يضطهد من اجل المسيح م. هنا آآ آآ الله بيغفر لانه الغفران موجود في قبولك لعمل المسيح وكفاره المسيح. يعني بالنسبه بالنسبه لقتل لاول عمليه قتل اللي هي قتل قايين لهابيل، هل كان عند قايين وصيه بتقول له آه لا تقتل؟ مخلوق على سوره على سورة الله. آه كان عنده هذا الـ 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 الرب وضع الابديه في قلبه في قلبه آه آه بالضبط آه فالإنسان مش مستني وصية تقول ما تقتلش مش مستني لأن وصية دي حاجة مش مستني يعني. ودي ودي بنعرفها من من حتى من دراستنا لعلم الاجتماع يقول لك انه ما فيش ثقافة من الثقافات كانت تقول مبارك من يقتل م. يعني لكن كانت في عقاب دايما لل حتى القوانين الوضعية قوانين الوضعية قبل الشريعة آه. تقول لنا انه القاتل يعاقب لكن إن إذا أنا فعلت بجهل إذا أنا فعلت بجهل م. واستمرّيت في جهلي م. فأنا بلا عذر أمام الله طب لو فعلت بجهل وتبت ورجعت عن ال... ورجعت وقبلت المسيح آه. فدم يسوع المسيح يطهرك من كل خطية والرب يدي لك نعمة وبداية جديدة أمين يعني أمين. وده اللي حصل مع مع بولس الرسول عشان كده لما نيجي الجزء آخر م. يقول لنا كتاب في أمثال ستة هذه الستة يبغضها الرب آه. وسبعة هي مكرهة نفسه عيون متعالية لسان كاذب أيد سافكة دما بريئا أيد تسفك دم بريء قلب ينشئ أفكار رديئة أرجل سريعة الجريان إلى السوء شاهد زور يفوه بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة بس أيد سافكة الله بيبغض بيبغض الأيدي السافكة دما الرب يسوع هي لنا حاجة جميلة قال الرب يسوع قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل والله الرب يسوع لم يلغيها ما زالت موجوده لأنه هو الوصيه بالظبط الوصيه م. ما تلغيتش م. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل م. الفعل القتل م. الرب يسوع عمل ايه بقى دخل بعد اخر أكبر. اللي أعمق. هو دافع القتل م. من من ومن قتل يكون مستوجب الحب. وأما انا فاقول لكم ان من يغضب على اخيه باطلا يبقى انا ليه بقتل ليه الشخص ده قتل لانه غضب انه م. كاهن دون كويس مش بيؤمن بإلهه م. وبالتالي است... يعني يعني أباح سفك دمه م. الرب يسوع بيتعامل مع السبب وبيتعامل مع اللي جوه قبل ما يتعامل مع النتائج م. الفعلية عشان كده لما نيجي لآخر جزء أنا حابب أحط الآية دي يعني ويعني في آخر حاجة وإحنا بنتكلم في آخر ثلاث دقايق إنه محبة الله عندما ظهرت ظهرت للكل الله بيحب الكل م. الله مش بيحب الصالحين ويبغض الطالحين م. الله بيحب الخطاة وبيحب المرضى الرب يسوع قال هذه العبارة لم اتي لكي ادعو ابرارا الى توبة ولا يحتاج الأصحاء الى إلا طبيب. طبيب بل المرضى عشان كده الرب يسوع عندما جاء. جاء من اجل إنسان المريض المريض بالخطية المريض بأفكار شريرة اللي مصيره رايح الهلاك والعذاب الأبدي الرب يسوع أتى من أجلنا نحن من أجل القاتل والزاني من أجل القاتل والزاني و... والفاجر وكل إنسان أتى الرب يسوع لكي ما يعطينا حياة كده يقول لنا الكتاب إيه لأنه هكذا أحب الله العالم وهنا العالم مرة تاني العالم كل الناس القصير والطويل الأبيض والأسود الغني والفقير الغني والفقير اللي ظانن انه بار واللي عارف انه خاطئ الرئيس والعبد للكل م. حتى بذل يبقى المسيح مات من اجل الكل م. المسيح مات من اجل الكل نعم. لكي لا يهلك كل بس لما مات المسيح من اجل الكل عشان اؤمن عشان انا الحياة ابديه لابد ان انا اؤمن بيه لابد ان انا اؤمن بيه ده اللي عمله بولس الرسول شاول م. امن بالرب يسوع آمن بالرب مع يسوع. انه وقف وشهد بعينه زبط. عملية رجم وقتل بزبط. عمد طبعا ضد وكان قديس من قديسين بقتل. الكنيسة. وكان راضيًا وكان راضيًا مبارك يعني. وعشان كده لما قبل الرب يسوع هو اتنقذ من الهلاك اتنقذ من الهلاك وعاش طول عمره يخدم الرب يسوع إلى أن استشهد لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ودي دعوة المسيحية. ودي دعوة المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين أمين. وثقيل الأحمال وأنا أريحكم وأنا حابب أختم بنفس الآية اللي حضرتك ذكرتها في الآخر لأنه هكذا أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك الله مش عايز القاتل اللي قتل الكاهن مش عايزه يهلك صدقني ما عايزه يهلك وعايزه يرجع لي وعايزه يتوب وممكن يكون لي نصيب معاه في الملكوت لانه الله مش ضد القاتل الله ضد ابليس وضد من يحرض على القتل وضد الشر وضد الخطيه لكن الانسان ده انسان مسكين صدق اكاذيب ابليس ومشي وراها ونفذ بايده وهو مسكين يحتاج الى تدخل الله امين بشكرك دكتور اشرف على كل ما اعطاك الله اليوم لينا مره تانية بنطلب تعزيه السمع امين امين لاسره ابونا سمعان امين كلنا بنصلي من اجل هذه الاسره التي اكيد تعاني وتتالم جرحا والما كثيرا بسبب هذا العمل الشيطاني وبنصلي من اجل كل متالمين حولهم أه بشكركم مشاهدينا ومحبينا في كل مكان مشاهدين برنامج عبر الكتاب تابعونا اتصلوا بينا أه حضروا اسئلتكم أه سواء في اي موضوع عدى او اي موضوع بتفكروا ان احنا نكون بنتكلم فيه اللي جاي اشكركم ونترككم في رعاية رب يسوع ولكم مني كل الشكر آمين